وانت الحقيقه لا تملك لك انك تنتسب للقرار، انت تقدر تعمل يعني غصب عنهم، انت لازم تنتسب يعني. لا يعني انا قصدي بس ما طلبتوش شروط جزائيه او ما طلبتوش حاجه؟ لا ولا عقدك ما فيهوش اصلا؟ لا لا في شروط جزائيه ما طلبتش. طبعا لا طبعا مش ممكن اطلبها من النادي الاهلي، لان احنا تربينا في النادي الاهلي ويمكن سيد وهادي وانا نفس الوضع، لكن احنا اولاد النادي الاهلي وتربينا في النادي الاهلي، فدعمنا كله كامل للنادي الاهلي يعني. هل رئيس النادي هو بيبلغكم المهندس محمود طاهر قال لكم حقوقكم كامله هتجيلكم؟ انا عارف انتوا لسه ليكم مكافئات في المباريات وهل القبض الراتب الشهري كان منتظم بالنسبه لكم يا كابتن محمد؟ وجاوبني بقى بصراحه المره دي يعني. والله كابتن شوبير يعني انا هكلم عليك. لا طبعا الـ يعني عايز اقول لك على حاجه، احنا اشتغلنا في ظروف صعبه جدا، وكنا ممكن بنقعد بعض الشهور طبعا او يعني مش عايز اقول شهور عشان ما حدش يفهم، من 7-8 اشهر، لكن لم يحدث في النادي الاهلي قبل كده ان كان بيتاخر في عهد المجلس السابق، عشان الناس بس ما تفكرش ان احنا بنهاجم المجلس الحالي. لا ما انا بتكلم في عهد المجلس السابق، لكن نعم. احنا طبعا عايز اقول لك ان يعني احنا مقدرين تماما للظروف، لان صحيح. هم يعني كانوا فعلا النادي. الظروف كانت الظروف كانت على النادي الاهلي كلها، وبعدين صحيح. لما يكون يعني عايز اقول لك على مصر كلها مش النادي الاهلي على مصر كلها، وبعدين لما يكون يعني عايز اقول ايه يعني لما يكون النادي الاهلي اللي هو خيره عليك وسنوات طويله من الواحد كان ناشئ ثم لاعب ثم مدرب، لما يجي بقى في موقف لازم احنا نستحمل ونوقف يعني. بس دي ما كانتش بتمثل لنا مشكله ولا حاجه، لان طبعا احنا كنا مثال للاعبين، وبالتالي اللعيبه ايضا كانوا بيتاخر لها مستحقات. لكن لا عمر لاعب ولا مدرب ولا مدير فني ولا حاجه اشتكى ولا قال مثلا حدش تذمر. لا 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 بالعكس، ده احنا كنا بنشتغل وكنا يعني عارفين ومقدرين تماما، وحتى كنا بنقول نتكلم مع اللعيبه ان يعني ان حتى كنا بديهم مثال يعني ايه، ابوك صرف عليك ورباك ووصلك للجامعه، فلما يجي مره يعني يتاخر في دفع حاجه ولا يشتري لك حاجه ولا بتاع، ما لازم يفرق.